مهما على العبد أن يعرف ما هو الشرك حتى يتجنبه، لأن الشرك يفسد العمل ويبطل العبادة. الشرك بالله يفسد العبادة ويبطلها. فالمشركون كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ويتضرعون إليه، لكنهم لا يخلصون العبادة لله، بل يدعون من دون الله من المخلوقين من يدعون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله ليس بحاجة إلى أن تتخذ بينك وبينه شفعاء، بل ادعه، ارفع حوائجك إليه مباشرة وادعه مباشرة، ولا تجعل بينك وبين الله معبودين غيره تزعم أنهم يشفعون لك عند الله. هذه عبادة المشركين، وهي باطلة وحابطة وتعب بلا فائدة، بل تعب في المضرة. فعليك أن تخلص دينك وعبادتك ودعاءك إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة بدون وسائط بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فتح بابه للسائلين ووعدهم بالإجابة بمجرد ما يدعونه مخلصين له الدين، فإنه يستجيب لهم سبحانه وتعالى. فالمشركون يعبدون مع الله غيره، وإذا سئلوا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه حالة المشركين والعياذ بالله. والله لا يرضى أن يعبد معه أحد، ولا يرضى أن يتخذ وسائط من المخلوقين بينهم وبين الله، بل الله جل وعلا فتح بابه للسائلين ليلا ونهارا، ولا يغلق هذا الباب إلا عند نهاية الدنيا وقيام الساعة. وهذا من فضله وإحسانه إلى عباده سبحانه وتعالى. بابه مفتوح الليل والنهار، توجه إليه ولا تتخذ من دونه شفعاء يقربونك إلى الله زلفى كما يقول المشركون من قبل.